الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا. أنا سعيد جدا وفخور بهذا الإنجاز، ورح أستغل منصة الضيافة لحتى أدعو كل شاب عربي مبدع وعنده حاجز خوف إنه يكسر حاجز الخوف ويشاركنا بإبداعه، لأنه سر تقدم الشعوب هو المبدعين. وأخيرا بحب أهدي هاي الجائزة لأبناء شعبي الفلسطيني البطل ولعائلتي طبعا ثانيا، وآخر شيء لكل طاقم العمل وموظفيني اللي تعبوا ليل نهار حتى نكرم اليوم بهاي الجائزة، وأنا اليوم فقط ممثل عنهم لا أكثر ولا أقل. مشكورين جميعاً.